واخيرا واخيرا وصلنا لإيميل شيل، وقالك ماشي تما، قالك زيد القدام ودربنا ذاك القدام وفين وصلنا، قالك دوز على طريقتين غير وفين وصلنا، عاد وصلنا لواحد المحل تيوجدوا فيه الغدا، ياك غدا غادي يكون الموسم، وغدا غادي نشوفوا ان شاء الله الناس يتزوجوا تيدوزوا عند القايد وعند المقدم وعند الشيخ وعند القبيله، ياك اسيدي واللي حب يتزوج بلا فلوس ولا بالفلوس؟ يعطوني الفلوس يا تجوج، غادي يعطوني الفلوس يا تجوج، ولكن شوفوا هادشي تبدل عليا، عام 67 هادي 55 عام بت هنا في القياطن، كانوا تاتا القياطن والحوالة تذبحوا اللي جاوا يشوفوا الموسم، دابا ما كاينش من هادشي هذا، اللي عنده جيبو يعامر يجي لهنا يخلص، هنا كاين هنا الخضار اللي حب يشي شي خضيره ولا يشرب شي منادى، وانا اللي حبيبات على بال طوال، ولكن ما ننصحكمش. كلشي كاين هنا. ها؟ قلت لك كاين كلشي هنا. كلشي كاين هنا الحمد لله. اي بي سي ديفوني ان بو اوفيسيال. اي كونت سي ديفيان اوفيسيال. جو نو سي با سي سا با ريوسير. المهم المهم حنا تنساروا مع راسنا وتنقولوا الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. وغادي نباتوا على بعد واحد 20 كيلومتر من هنا، ياك رشيد؟ ما باقي والو، 14 وغادي نرتاحوا شي شويه ونطلعوا النفس، لانه هذه الربعه العشيه ومن السبعه الصباح حنا تنحبكوا. الوغ شنو غنقول لكم؟ ديسو لا، شت بلادي وشت حبابي وتمتعت مع راسي، وانتم تتشوفوا هذا المنظر هذا كله. هذاك كاين هنا واحد القصبه صغيره تاع عيري تما، غادي يكون العدول تيقيدوا الزواج، واللي حاب يجي مرحبا به، وغادي تشوف الحوانت اللي غادي نشوفوا عاود الحوانت اللي تيبيعوا ذاك الزي ديال البلاد ديال الناحيه. وتنقول لكم دائما اغتنموا الفرصه، ما حد عندكم الفرصه باش تشوفوا المغرب الحقيقي، المغرب على وجهه وطريقه، وتشوفوا الناس اللي فرحانه وضحكه ونشطه، وعلاش لا؟ باتوا في ميلشيل ولا في الناحيه ديال ميلشيل، حنا على كل حال غادي نباتوا على بعد مدينه ميلشيل ب 40 كيلومتر، والى اللقاء ان شاء الله.